أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الشرطة العسكرية الروسية وعناصر الفيلق الخامس ينسحبون من درع البلد بعد ساعات على دخولهم للإشراف على انسحاب قوات النظام من محيط مدينة درعا. مقتل مدني وإصابة آخرين إثر إطلاق قوات النظام وميليشياته النار على الأهالي المحتشدين عند حاجز السرايا في درع البلد تزامنا مع سقوط قذائف هاون على أحياء درع البلد المحاصرة. الأمم المتحدة تعلن عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص من مدينة درعا إلى محيطها خلال شهر تقريبا نتيجة التصعيد العسكري الذي تشنه قوات النظام على أحياء درعا البلد. مراسل حلب اليوم أفاد بوصول حافلة تقل 8 مهجرين من درع البلد إلى مدينة الباب شرقي حلب. الفيول المتسرب من أحد محطات بانياس الحرارية في محافظة طرطوس بدأ بالوصول إلى شواطئ مدينة جبلة في محافظة اللاذقية. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 9 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية خلال عمليات لها في منطقتي درع الفرات ونبع السلام شمالي سوريا.